أخشى أن يكون هناك حالة من الاستقطاب الديني والطائفي والعنصري داخل المجتمع المصري بشأن الدستور والاستفتاء على الدستور الجديد، نخشى يعني استنساخ أو إعادة تجربة استفتاء 19 مارس السيئة للأسف، واللي كان فيها نوع من أنواع الطائفية بشكل كبير، والحديث باستخدام الدين في توجيه أصوات المصريين سواء بنعم هتخش الجنة أو لا هتخش النار، الداية السوداء والداية الخضراء، كل دي أشياء يعني يمكن وصمة عار في تاريخ مصر الثورة حتى الآن. علينا أن نلفظ جميعا دعوة التخوين والتكفير اللي بيقولها بعض قيادات الطيارات السلفية في على الطيارات المدنية أو على من سيصوت بنعم أو لا على الدستور حسب رؤيتهم. يعني هذه دعاوى مرفوضة. الدستور هو عقد بيننا وبين الدولة، يجب أن يكون متوازن، يجب أن يكون توافق، يجب أن يعبر عن كل مصري لا يعبر عن طيار أو فصيل. يعني إحنا الفترة اللي جاية هنبدأ نشتغل كحركة 6 أبريل عن أو في مجال التوعية بالدستور وأهميته ودوره عن طريق حملة تحت مسمى حملة احمي دستورك. حملة هدف منها هو توعية الشعب المصري بأهمية الدستور وبالمواد المختلف عليها. هنستخدم فيها أساليب عدة مثل خيم التوعية ومثل عرض الداتا شو أو البروجيكتور اللي هنوعي فيه الناس بالدستور وأهميته، وتوزيع منشورات التوعية ومؤتمرات شعبية، عدة يعني محاور كتير وآليات كتير سيتم استخدامها في تلك الحملة من أجل أن نضمن أن يكون هناك دستور متوازن وأن يكون هناك يعني تفاعل من المواطنين حول الدستور القادم وحول أهميته. ويمكن بنتمنى أن كل القوى المدنية يعني تسعى في هذا المسعى من الآن ولا يعني تتأخر عن ذلك، لأن ما بقاش في وقت، لأن بالفعل إحنا محتاجين نشتغل في الشارع، محتاجين نشتغل في الأقاليم، محتاجين نشتغل بين الناس بحيث أننا في النهاية لا يتم توجيه هذا الشعب بناء على استخدام الدين أو بناء على توجيه طائفي أو عنصري.